ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احب اعرفكم ان الحمد لله قناتنا قربت توصل للألف مشترك، وده في خلال 3 اسابيع، وده انجاز طبعا منكم مش مني، وبحب اشكركم. ودلوقتي يا جماعة احنا بنعمل حاجة كده يعني غير اي حد تاني، وربنا يرزق الجميع. احنا بقينا كل ما نيجي نبيع مكنه دلوقتي نبعتها محافظه، بنصورها وبنشارككم معانا اللحظه. والمكنه دي راحت لحد انسانه محترمه وثقت فيا وبعتت لي الفلوس قبل ما ابعت المكنه. واحب اعرفها خطوات المكنه دي سنجر برازيلي يا جماعه، كنا صورنا واحده زيها بالظبط من قريب. دلوقتي انا هكلم ام ادم طبعا، من طبعا ببعت سلامي ليها ولكل اهل المحافظه عندها. عايز اقول لها ان انا بعت لك مسمار بكره اللي هو المطاطي ده، بيتحط هنا، يعني في عندك هنا اي كذا خرم هنا، هو بيتحط هنا، شايفين يا جماعه هنا كده وخلاص، حتى لو بيتحرك مفيش مشكله، بنحط بكره الخيط كده اهي، بس خلاص هو ده مكانه. وهناخد طريقه اللضمه معانا، اول خطوه كده اهي، بندخل هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده مهم اول خطوه دي ان هي تدخل الخيط بين الطبقين دول. بصوا يا جماعه اهو، بصوا ده مكان اهو. وبعد كده برضو لازم يبقى بين الطبقين الخيط، واطلع اهو، لازم الخيط يبقى مشدود كده يا جماعه. والخطوه اللي بعد كده ان انا ممكن دلوقتي ادخل الخيطين اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين ورا الحديده دي كده، بقوم وراهم، في واحده ورا وواحده قدام، ادخل الثانيه، بقول الاثنين ورا. ده يا جماعه الخطوه اللي بعد كده، لو مختفي بحرك العجله اهو بيتحرك اهو، اسمه الخطاف، اخلي لي الاعلى. وبصوا يا جماعه بدخل الخيط كده، او في ناس بتدخل من الخرم او من الفتحة هنا، بس انا هو حديث شوية، فبنرمي الخيط كده جوه، بنطلعه يطلع راكب في الايه اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين في الخطاف اهو. ده كده طريقة ايه هنا. طبعا الكلام ليكي يا ام ادم، لازم تبقي مركزة كويس هنا. ده يا ام ادم ادي 1 2، شايفة بلف ايه، بلف اليمين كده مرتين، تمام. وفي اخر حاجه هنا الشنكه اللي فوق الابره ده اهو، بصي انا موضح لك اللضمه خالص اهو، من جوه كده مفتوح من ورا اهو، شفتي يعني مفتوح منين، من ورا، يعني انا بعمل كده اهو، لما اعمل كده اهو اتلضمت. اخر حاجه بقى الابره، طبعا الابره تتلضم في الوش. قبل ما نلضم الإبرة حابب أعرفك برضو ماسورة المكوك دي أهي، هوريكي طريقة لضمتها. هي بتطلع طبعا، أنت بتدخلي الخيط كده، ولازم بص بقى لضمة الخيط، في فتحة هنا الماسورة قعدت مرتاحة جوه المكوك أهي عادي خالص، بص بقى في فتحة هنا أهي، شايفها الفتحة دي اللي عندها الخيط دي أهي، بمشي كده من جواها. دي كده الطريقة الصحيحة، لو ما دخلتش في الفتحة يعني مشيت كده من غير الفتحة، بص الخيط هيبقى فين، رجع لورا خالص اهو اهو، لكن الفتحة اهي بشاور عليها بصباعي اهي، واضحة خالص اهي اهي، الفتحة اهي طبعا واضحة، انا بحاول اوضح لك علشان مفيش حاجة تضايقك. بصي تاني الفتحة اهي، بصي واضحه قوي اهي، الخيط اسام يخش لوحده، بروح انا عامله ايه، واخده الخيط كده بايديا، ابدا اهي كده لسه اهي ما دخلتش، هبدا دخلت اهي اهي، اشد 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 اشد، بص خرجت منين، خلاص اخلي الخيط بتاعي طويل زي ما انت شايفه كده اهو، وابدا بقى اقفل الباب بتاعي، بس مش للاخر، بسيبه مواريب سن. طبعا احنا هنا لضمنا اللضمه دي، مش هنا كده نزلنا على العيار وطلعنا لفوق، دخلنا في الخطاف اللي هو ده، بدأنا هنا ننزل نلف لفتين، بعد كده دخلنا في الشنكل اللي هو ده، والإبرة آخر خطوة
طيب احنا هنا لضمنا الخيط بتاع الإبرة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعة انا يعني بصور لوحدي يعني بإيد وبرضو من الإيد التانية، فطبعا اي حاجة تهون عشانكم. طبعا انا بمسك الخيط كده بإيدي وابدأ احرك العجلة دي لقدام مش لورا، تنزل الإبرة تجيب الخيط بتاع المكوك اهو، شايفين يا جماعة اهو طلع، اهو طلع الخيط بتاع المكوك اهو. ابدا امسك الخيطين اهو اخدهم مع بعض، شايفين يا جماعه اهو خيط المكوك اللي هو اساسا كان بره بدا يطلع من الدواسه اللي هي تحت الابره، فتحه الوش اللي تحت الابره. باخد الخيطين مع بعض ادخلهم جوه الدواسه كده اهو جوه الدواسه وارجع لورا كده. بدايه الشغل بتاعي احط القماشه بتاعتي ابدا اشتغل كده خياطة اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. ابدأ اشتغل خياطة، طبعا ما ماشي بايدي الاول خطوة تلقط الغرزة، بعد كده ابدأ ايه اشتغل اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهو كده احنا شغالين خياطة. طبعا مكنة سريعة جدا جدا وبسم الله ما شاء الله يعني. وادي بصوا يا جماعة الغرزة ورا زي قدام، طبعا محدش يلعب في ده وبيبقى مظبوط على 9 كده لفوق كده. لو عايز اضيق الخياطة بجيب مثلا 3 أو 2 تصغر الخياطة، حس ان المكنة بطيئة يعني، لو وسعت كده وانا شغال على 4 تبدأ تجري المكنة. ده زرار فرماتورة، لو دوست كده بصوا يا جماعة لو دوست كده المكنة بترجع العكس. اول ما ابدأ اجيب ده كده لمين يبدأ يعمل لي الزجزاج اهو. طبعا كل حاجة هنا واضحة لحضراتكو. طيب هو يا جماعة المستحب ان الزجزاج يبقى قبل الاخيرة، ان الاخيرة تبقى عريضة قوي. نجرب معانا الزجزاج اللي هو مثلا على رقم هنا 2 وجايبين الزجزاج اللي هو قبل الاخير، نجرب اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهو ده شكل الزجزاج اهو يا جماعة. طيب لو انا ضيقته مثلا على 1 او بعد الواحد بمرحلتين نقطتين كده يعمل لي تطريز يا جماعة أهو. على 1 يا جماعة يعمل لي تطريز اهو كده المكنة يا جماعة بتطرز اهو، شايفين يا جماعة التطريز كان معاكم ابو سليمان. اي حد يا جماعه عايز من المكنه دي عليها خصم طبعا، معاها موتورها الاصلي والمكنه زي ما انتم شايفين حالتها. واي حد يكلمنا هنكون تحت امره في 14 شارع الروايه خلف صدناوي معرض الحاج سليمان. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.